عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. كما راكم تشوفوا معايا اليوم جبتكم لسيدي يحيى، غادي نديروا فلوغ سيدي يحيى. سيدي يحيى او منتزه سيدي يحيى، وكاين اللي كيقولوا واحد سيدي يحيى، من اهم الواحات اللي كاينه في وجده، الا ما خفتش نقول الوحيده. كتغطيها واحد المساحه كبيره، مساحه خضراء من نباتات مختلفه، كاين النخيل والاشجار، الاشجار اللي عندهم سنين وسنين، يعني تبارك الله ما شاء الله. من كتشوف شجره كتلقاها عندها قرون وهي واقفه في هاد الواحه. الجميل في الامر ان بزاف ديال الانشطه اللي دخلت هنايا في هذه الواحه، بينها كما كتشوفوا نقيش الحنه، كاين العاب اللي داروهم للدراري الصغار. الامهات من يمشيو لتما يستمتعوا بالهدوء ويستمتعوا بالربيع والجو الزوين، وكذلك الاطفال يستمتعوا هكا باللعب. داروا لهم هنايا بزاف ديال الانشطه اللي تقدري تخلي وليداتك يلعبوا فيهم. المهم راني غادي نشارك معكم اليوم بزاف بزاف ديال الالعاب اللي لعبوهم وليداتي، خصوصا بالنسبه للسيدات اللي كيقولوا لي في الكومونتير اننا جينا هنايا لوجده وما لقيناش هكا متنفس فين نخرجوا وليداتنا. اليوم جبتكم هنايا الواحد سيدي يحيى، صراحه رائعه، فيها بزاف ديال الاماكن اللي تقدري تجلسي فيهم، وكذلك بزاف ديال الاماكن اللي يقدروا يلعبوا فيهم وليداتك. هنايا ولادي جابوا الكره، غادي نخليهم يلعبوا شويه ومن بعد عاد غادي يمشيو يلعبوا في الالعاب. كاين كذلك هنا كما كتشوفوا الخيل، تقدري تركبي وليداتك الخيل، المهم هكا يفرحوا بركوب الخيل. وكاين اي حاجه تبغيها تشريها، كاين الذره، كاين الحلويات، كاين القوقاو، كاين الزريعه، كاين اللي بغيتي راه كاين تما، ما تضطريش انك تشري من برا. انا جبت لهم معايا غير ايبي هكا حاجه بارده والكاطو، صافي هادشي اللي كاين. وهنايا زادو شراو هاد المقرمشات حتى هما مين كيمشيو لتما، وهكا النوكا حتى هي شريت لهم. مين يمشيو لتما ضروري غادي يبغيو يشوفوا هاد الحويجات، ضروري ما يقول لك بغيت منهم. المهم انا شاركت معكم هاد لي ديتاي هادو باش نتي مين تكوني غاديه ما تدي معك حتى حاجه سوى الا هكا شي مشروب ولا. وراه عندهم تما القهاوي السيدات اللي بغاو يجلسوا هكا اونتر فامي في شي كافي يشربوا بريريت ديال اتاي ولا قهوه. هنايا بالنسبه لسيدي يحيى كان فيها هاد الواد اللي كان حامل تبارك الله، كان لقيته ديال الشتا كيكون عامر بالماء، ماشي في هذا الزمان، مهم زمان ديال الوالدينا كانوا الناس كانوا كيجيو هنايا كيصبنوا الحاجه اللي ثقيله، الزرابي، الصوف، كانوا كيسميو براب حيلا تعقلوا معايا. مهم الناس الكبار راهم غادي يعقلوا على هاد الهضره. هاد الواد هذا يكون يجي يحكي حكايات ديال الوجاده، الحرار الوجاده، يعني الناس القدام كانوا كيجيو هنايا كيديروا الوعده، كانوا كيديروا الطعام. المهم عاد باقي الوعده ولكن ماشي بداك ديك الصوره اللي كنا كنشوفوها اولا اللي كيحكيو لنا عليها والدينا وجدودنا. كانوا كيجيو من مناطق بعيده، كانوا حتى الناس ديال الجزائر كيدخلوا لهاد الوعده هادي وكيجيبوا الخيل وكيتمتعوا هنايا بالرقص على الخيل وكيستعرضوا هذاك العرض ديال الخيل. المهم اجواء رائعه كتفوت هنايا. الناس ديال سيدي يحيى واللي قراب لسيدي يحيى، نتمنى انكم من تشوفوا هذا الفيديو هذا من تكون الوعده يعني تعلموني. صراحه انا ما كانش اللي يعلمني من ديك الجهه، واخا تكون ما كان اللي يقول لي، نقدر نجي نصور لكم الوقيته ديال الوعده كيكون هكا داك الخيل وداك الفروسيه وشي حاجه من يدير زوين من التراث ديالنا. سيدي يحيى بلاصه اللي في قلب مدينه وجده، يعني ما تخافوش تقولوا راها بعيده، بالعكس كيديها الطاكسي كما كيديها الطوبيس، يعني كاين الطوبيس ديالها اللي كيوصل تما. و تالي ما يكونش عنده مثلا فلوس تاكسي ويسكن بعيد يقدر يمشي غير في المواصلات ديال الطوبيس. كما شفتوا معايا الدراري يقدروا يلعبوا هنا حتى الكره. مهم منظر زوين، للاسف النظافه هي اللي ناقصه هنايا، واخا دايرين لهم هذاك الاماكن المخصصه فين يحطوا مثلا الحاجه اللي ياكلوها، حنا راكو عارفين الوعي شويه ناقص عندنا. كنرميو تما الكاغط ديال الكاطو، نقدر نرميو تما القوطي ديال دانون ولا ديال اي حاجه، ولكن مين كتبقى تشوف هكا في البلاصه في الركالس تقدر تلقى هكا النفايات مرميه، وهذا هو اللي ما خصناش نشوفوه. فحال هكا مساحات خضراء زوينه واللي تعطينا واحد الصوره زوينه لمدينه وجده.
انا راني سولت مايا الحارس اللي كيكون هكا واقفين حراس بزاف اللي كيكونوا لي سكيورتي، قلت له فين نقدر نرمي هذا، قال لي راه كاينين. المهم راه تمشينا، واخا تمشاو خواتاتي تمشاو وحطوا، يعني ماشي بالضروره غادي يكون حدا في الوقت اللي تكونوا نتوما جالسين في شي بلاصه، باش نخليو هكا المناظر زوين كما كتشوفوا وكل شيء، يعني واحد الراحه نفسيه صراحه. خواتاتي خوتي ما تمشيو فين، انا غادي نصور لكم هكا واحد اللقطات في هاد الجريدات اللي كاينين هنايا، وفي الاخير غادي نصور لكم فين كيلعبوا الاطفال، دايرين هنايا بحال المانيج يعني شي حاجه زوينه، فابقوا معايا. هو المداد المداد يا رسول الله، وسقينا بالمداد يا حبيب الله. هو المداد المداد يا رسول الله، وسقينا بالمداد يا حبيب الله. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد. هو المداد المداد يا رسول الله، وسقينا بالمداد يا حبيب الله. هو المداد المداد يا رسول الله، وسقينا بالمداد يا حبيب الله. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. باغي نمشي نصور لكم الضريح، ولكن لقيتهم بالعود ديك الوقيته كيحلو غير في الوقيته ديال العصر، المهم الظهر العصر والمغرب، هنا كان فات العصر صافي لقيناهم بالعين وما كتبش لينا. كلشي كيعرف باللي سيدي حياه كان عنده واحد تاثير كبير على الساكنه ديال وجده، الناس كانوا كيمشيو يزوروه وكيتبركوا بهذا الولي الصالح. هو المداد المداد يا رسول الله، وسقينا بالمداد يا حبيب الله. هو المداد المداد يا رسول الله، وسقينا بالمداد يا حبيب الله. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد على. هو المداد المداد يا رسول الله، وسقينا بالمداد يا حبيب الله.
رسول الله اسقنا بالمدد يا حبيب الله. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد على هو المدد المدد يا رسول الله اسقنا بالمدد يا حبيب الله. والمدد المدد يا رسول الله اسقنا بالمدد يا حبيب الله. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد على والمدد والمدد المدد يا رسول الله اسقنا بالمدد يا حبيب الله. والمدد المدد يا رسول الله اسقنا بالمدد يا حبيب الله. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد على هو المدد المدد يا رسول الله اسقنا بالمدد يا حبيب الله. والمدد المدد يا رسول الله اسقنا بالمدد يا حبيب الله. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد على هو المدد المدد يا رسول الله اسقنا بالمدد يا حبيب الله. والمدد المدد يا رسول الله اسقنا بالمدد يا حبيب الله. الامهات والاباء يرتاحوا في هذا الجو ديال الطبيعه والخضره. صافي خوتي خواتاتي المروح رحنا نتمشاو شويه هكا بلا ما لقينا الطاكسي. المهم نتمنى ان شاء الله ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم واش يديروا لنا ياسمين لايك ديروا لنا جيم تابوناو وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. مهم ما تبخلوش علينا بتشجيعاتكم، لي كومونتير زوينه ديالكم. نتلاقاكم في فيديو جديد، الى اللقاء.